اهلا بيكم في فيلم جديد من قناة فيلم في السهرة. بتدور احداث فيلمنا عن مملكة دهومي، وبيكون ملكها الجديد شاب باسم بوغز، والمملكة الوحيدة العدوة ليها هي مملكة اويو. كل محاولاتهم هي الاستيلاء على مملكة دهومي وبيع افرادها كتجار رقيق للاوروبيين. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ خلونا نكمل الفيلم ونشوف اللي هيحصل. بيبدأ فيلمنا بمجموعة من جنود نساء اغوجيا، وهم بيهجموا على قبيلة اويو بقيادة ناناسكا، وبينزلوا قتل في كل افرادها من غير رحمة، وبيقدروا في الاخر انهم يحرروا الاسرى ويرجعوهم لمملكة دهومي. كمان بيأسروا بنات من قبيلة اويو، وهم راجعين للمملكة بيقف الكل يستقبلهم وبيكونوا فخورين بيهم جدا. وبينهم بنت اسمها ناوي، وبتتكلم القائدة ناناسكا مع خادم الملك وبتقوله انها عايزة تقابل الملك الليلة. وبنروح عند ناوي، ودي بنت عادية من القبيلة، وبيكون باباها جايب لها عريس عجوز، لكن هي بترفض وبيضربها باباها، وبيقول لها انها ما تنفعش تتجوز وتكون اسرة. وكعقاب ليها بيوديها لقصر الملك وتتطوع ضمن المحاربات. وبتفتح باب القصر واحدة من المحاربات اسمها أصغي، وبتدخل ناوي وبتشوف ساحة القصر الكبيرة، والمحاربات والمحاربين بيتدربوا فيها بكل قوة وعزيمة. وبتوديها لداخل باب تاني وبتقول لها ده قصر النساء وممنوع دخول الرجالة منه، وبتأمر أصغي كل البنات يروحوا يستحموا. وبنشوف زعيم أويو وهو متعصب من مقتل الرجالة بتوعه على إيد مجموعة من النساء، وبيقول للخادم بتاعه إن مملكة دهومي بقوا أكتر جراءة لما استلم الملك الجديد العرش. بنشوف بعدها الملك بوغز وهو بيسلم على زوجاته، وبيطلب من ناناسكا تروح وراه يتكلمه. وبتقول واحدة من زوجاته للخادم ليه الملك بيفضل ناناسكا على الكل، وهو بيقول لها انها حاربت علشانه وبفضلها هو الملك دلوقتي، ولما حصل هجوم على القصر هي حاربت علشانه بكل قوة، لكن انت كل اللي عملتيه انك استخبيتي في المخزن. وبيجتمع الملك بناناسكا وباقي افراد المستشارين، وبيقول الملك بوغز ان زعيم اويو اتجرأ ودخل اراضيهم، واننا سئمنا اننا نكون تحت ولايته زي عهد الملك باباه، ولازم نكون احرار. وبيتكلم واحد من الاعضاء وبيقول انهم هيجهزوا الجزية لما زعيم اويو يجي ياخدها. وبترد ناناسكا وبتقول اننا هنفضل لحد امتى نخاف منه ونبيع اسرانا واهلنا ليه كعبيد. وبيرد واحد وبيقول ان دي تجارته مع الاوروبيين، وبتقول ناناسكا انهم ممكن يبيعوا حاجات تانية زي الذهب وزيت النخيل بدل ما يستغنوا عن اسرهم ويبيعوهم كعبيد. وبترد مرات الملك بتكبر وعجرفه وبتقول ان ناناسكا عايزانا نبقى مزارعين نزرع الاراضي مش محاربين. بترد عليها ناناسكا وبتقول لها انها عايزه الحريه والخلاص لكل واحد في دهومي. وبيتكلم الملك وبيقول لهم ان دي اخر مره هيدفعوا فيها الجزيه لملك اويو، وبيقول لناناسكا وريني هتعرفي تجمعي قد ايه من زيت النخيل، وبينهي الاجتماع. بتروح بعدها ناناسكا وبتتكلم مع المتطوعين الجداد، وبتكون وسطهم ناوي، وبتقول لهم ناناسكا اننا بنحارب لاجل الملك ومملكتنا دهومي، ومفيش حد يقدر يهزمنا ولا يفكك اتحادنا سوا. وشروط الانضمام لجيش الملك عدم الجواز او الخلفة. وبتقول لهم ناناسكا اللي مش عايز يتطوع يمشي من دلوقتي. وبتقول اصغي لناوي تروح علشان تستحمى. وفي حمام السباحة بتقابل ناناسكا وبتسألها ناناسكا جات ازاي القصر، وبتقول لها ناوي انها مش عايزة تتجوز وعايزة تبقى محاربة، وبتعجب ناناسكا من شجاعتها واصرارها. وبيبدأوا بعدها تدريبات قاسية جدا، وبيتعلموا فيها فنون للقتال كتيرة. وبتتنافس أصغي مع واحد من مقاتلين دهومي وبتفوز عليه بكل شجاعة. وبنشوف أصغي وهي بتتدرب مع المحاربات، لكن ناوي بتعمل فرقعة في الدمية اللي بتبارزها وبتخلي الكل يضحك عليها، وده اللي بيعصب ناناسكا منها وبتعنفها وبتاخد منها سلاحها كعقاب. وبيجي الليل وبتحلم ناناسكا بكابوس مزعج، وبتدخل عليها زميلتها وي وبتقول لها ناناسكا إن ده كابوس مزعج، وبتقترح أميزة عليها يعرفوا تفسيره بالتنجيل. وبتقول لها ناناسكا ان دي خرافات، لكن بتقنعها اميزة وبيستعينوا بعلم الفلك، وبتقول لها وي انها لازم تقدم قرابين وان في حاجات او حد من ماضيها هتواجهه قريب. وبتشوف ناناسكا ناوي وهي سهرانة بتتدرب بكل قوة واصرار، وتاني يوم بيرقص المحاربين في استعراض قدام الملك، وبيدخل عليهم زعيم اويو وبيكون عايز الجزية. ولما بتشوفه ناناسكا بتتضايق لانها بتفتكره، وبنعرف انه اعتدى عليها زمان. وبيهدد الملك بوغز ان لو ما طلعش الجزية يمنعوا من التجارة في شواطئهم لانهم محتكرينها. وبيشرط عليه زعيم اويو انه ياخد 40 محاربة من اغوجيا، لكن بيتكلم الملك مع ناناسكا وبيتفقوا انهم هيدوله 20 بس، ومن اختيار الملك كمان. وبتختار ناناسكا المحاربات وبتختار بينهم ناوي. بنشوف بعدها اتنين من اوروبا وهم واصلين للساحل، وبيكون اسمهم ساتيو ومالك، وبيكونوا جايين يشتروا عبيد افريقيين. وبيشوفوا ناناسكا وبقية المحاربات، وبيقول ساتيو لزميله انهم اكتر النساء المحاربات دموية في
افريقيا، وبتروح ناناسكا وبقية المحاربات لزعيم اويو وبيقول لها كويس انك اخترت 20 واحدة منكم هينفعوا رجالة قبيلتنا، وهي بتقول له بس دول مش ليك، وبترمي له راس جنوده اللي قتلتهم وبتهرب باقي المحاربات بسرعة. وبتفضل ناناسكا تتقاتل معاه وبتساعدها ناوي، وبيهربوا منهم وينطوا في البحر، وبتكون المراكب في انتظارهم ومش بيعرف جنود اويو يقبضوا عليهم. وبعدها بتوري ناناسكا الملك حقل من حقول زيت النخيل، وبتقول له انهم في سنة واحدة هيقدروا ينتجوا منه كميات كبيرة ويوسعوا تجارتهم. بيفرح الملك وبيقول لها بالشكل ده هنغزو مملكة اويو وهنوسع مملكتنا ومش هنكون مضطرين نتاجر في شعبنا. بتقابل بعدها ناوي مالك بالصدفة عند النهر، وبيعرفها انه رايح لدهومي المكان اللي مامته كانت فيه، وان باباه كان ابيض البشرة وواخد منه لونه، وبيكون باين على ناوي ان معجبة بيه وبتمشي وتسيبه. بيروح بعدها مالك وساتيو للملك وبيرحب بيهم، وبيكون في بينهم تجارة ومنها تجارة العبيد، وبنعرف ان ساتيو ابن مالك اوروبي ومالك المساعد بتاعه. وبيبدأ عرض من المحاربات قدام الملك، وبيتفرج عليه ساتيو ومالك، ولما بيشوف مالك ناوي بينهم بيشاور لها. وبيبدأ العرض وبتكون عبارة عن مسابقة بين المحاربات، واللي بتفوز في الاخر بتاخد سيف هدية من الملك، وبتقدر ناوي تعدي كل المراحل وبيدخل شوك في جسمها، لكن بتقدر تسبق الكل وتفوز بالسيف، والكل بيكون فرحان بيها. وبتفضل أصغي تطلع من جسمها الشوك، وبتروح ناناسكا تكلمها وبتقول لها انها مقاتلة ولسه هيكون في جسمها علامات كتير، وبتلاحظ علامة في دراعها الشمال وبتسألها عنها، وبتقول لها انها موجودة في دراعها من وهي في دار الايتام. وبتستغرب ناناسكا وبتقول لها ناوي ان باباها كان متبنيها وهي ما تعرفش باباها ومامتها الحقيقيين. وبتمشي ناناسكا وهي متضايقة وبتكلم اميزة وبتقول لها عملت ايه ببنتها زمان لما ادتها لها. وبنعرف ان ناناسكا حملت بعد اعتداء الجنود عليها زمان، ولما ولدت طلبت من اميزة تتخلص من الطفل، وبتقول لها اميزة انها ادتها لمجموعة من التجار في الطريق، وبتقول لها ناناسكا انها ناوي وبتفتكر زمان لما عملت جرح في دراعها وحطت جواه سن قرش. بنروح عند ساتيو وبيكون قاعد مع الملك، وبيقول له انه محتاج عبيد عشان يتاجر بيهم في اوروبا، لكن بيرفض الملك وبيقول له انهم منعوا التجارة دي وممكن ياخد زيت نخيل. بعدها بتكون ناوي بترقص مع زمايلها، وبيحاول مالك يتفرج عليها من ورا البوابة، وبتروح تكلمه وتقول له ممنوع يدخل رجالة لهنا، وبيقول لها تروح تقابله بالليل وهيكون مستنيها. وبتعمل هي وبقية المحاربات طقوس وبيدمجوا فيها دمهم، وبتروح تقابل مالك وبيقول لها ان زعيم اويو هيهجم عليهم قريب وانه تحالف مع اكتر من مملكة ضدهم، وبتقول له انها لازم تروح تعرف ناناسكا، وبيوقفها وبيعرفها انه هيسافر تاني يوم وبيتمنى يشوفها تاني، وبتاخد منه الخنجر بتاعه تذكار وبتسيبه وتمشي. وبتروح تعرف ناناسكا باللي مالك قاله، وهي بتعتبها انها اتكلمت مع راجل وده ممنوع للنساء اغوجيا، وبتحكي لها كل حاجة حصلت لها زمان وانها بنتها، لكنه بتقول لها انت مش امي. وبتمسكها ناناسكا وبتفتح العلامة اللي في دراعها بالسيف وبتطلع منها سن القرش، وبتمشي ناوي وبتفضل تعيط لوحدها. بعدها بتعرف ناناسكا ان رجالة اويو في طريقهم ليها، وبتجمع المحاربات وبيكونوا مستعدين للهجوم، وبيروحوا كلهم يهجموا على مملكة اويو، وبتكون ناوي معاهم وبيتقاتلوا بكل شجاعة وبيهرب رجالة اويو، لكن بياخدوا اسرى من المحاربات وبتكون ناوي واصغي منهم. وفي الطريق بتقدر ناوي تهرب واحدة صاحبتها من العربية، وبترجع للمملكة وبتعرف ناناسكا باللي حصل لهم، وبيجتمع الملك بزوجاته ناناسكا وبيقول انه هيكرم ناناسكا في احتفال كبير، وده اللي بيضايق مراته وبتسيب المجلس وبتمشي. وبتقول ناناسكا للملك ان اويو اثر مجموعة من المحاربات وهي عايزة تروح تحررهم، لكن هو بيرفض وبيقول لها انه عزم القبائل للاحتفال ومش هينفع ترفض اوامره. وبنروح عند ناوي وبتشوف اصغي وبتكون ايدها مكسورة، وبتقول لها ناوي انهم هيهربوا من هنا باي طريقة، وبيتفقوا على خطة، ولما بيعرضهم اويو للبيع بيعين ساتيو اصغي وبيكون هيشتريها، ولما بيجي مالك بيتعصب انهم عارضين ناوي للبيع وبيتخانق معاهم. وبتستغل ناوي واصغي الفرصة وبيهربوا، لكن بيقتل واحد من الجنود اصغي بالرصاص وبتموت. وبتفضل ناوي تعيط عليها وبيقول له اويو ان ممكن يشتريها، وبيشتريها مالك وبيقعدوا في مكان امن. وبنروح عند ناناسكا وبتقرر انها تسيب المملكة وتروح تحرر ناوي والباقي، وبتخرج منها وبتعصي اوامر الملك. وبتطلع وراها اميزة ومجموعة من المحاربات وبيروحوا معاها، وهنا بتقدر تحرر الاسرة وبيعرفوها ان اصغي ماتت، وبتأمر الباقي انهم يحرقوا كل تجارة اويو. وبيبدأ قتال شديد بين المحاربات ورجالة اويو، وبتسمعهم ناوي وبتنزل تقاتل معاهم، وبيقول لها مالك انه هيستناها عند الشاطئ، وبتحارب بشجاعة جنب ناناسكا وبتدافع عنها، وبتتقاتل ناناسكا مع زعيم اويو، وبتقول له انه مش فاكرها لحد دلوقتي وبيعرف انه اعتدى عليها زمان وبتقدر تقتله في الاخر. وبنشوف ساتيو وهو بيحاول يهرب بالمركب بتاعه
بتاعه ومعاه عبيد واخدهم، لكن بيشوفوا مالك وبيمنعه وبيمسكوا العبيد وبيغرقوه في المية وبيموت. وبتشوفوا ناوي عند الشاطئ وهو مستني يودعها، لكن هي بتمشي مع بقية المحاربات. ولما بيوصلوا للمملكة بيكون الملك بدأ الاحتفال، ولما بتدخل عليه ناناسكا بتقول له انها هتعتزل من منصبها بسبب عصيانها للأوامر، لكن هو بيكرمها قدام الكل انها قدرت تحافظ على كل المحاربات لآخر لحظة، وبيفرح الكل بتكريمها وخصوصا ناوي. وبتروح بعدها ناوي عند قبر أصغي وبتكون زعلانة عليها، وبتيجي ناناسكا وبتتكلم معاها وبتقول لها انها ندمانة علشان استغنت عنها زمان، وبتقول لها ناوي انها اكيد كرهاها لانها بنت شخص هي بتكرهه، لكن ناناسكا بتقول لها انها ملهاش ذنب وانها بنتها من دمها وهتفضل تحميها لآخر عمرها. بعدها بتحتفل بقية المحاربات وبيقضوا الليل يرقصوا ويغنوا، وبتروح ناوي لناناسكا وبتطلب منها ترقص معاها، وبتقوم ناناسكا وبترقص معاها ويفضلوا طول الليل يرقصوا وهم فرحانين. وبكده يكون فيلمنا خلص. ما تنساش تزورنا في القناة، هتلاقي ملخصات كتير للأفلام هتعجبك، وما تنساش تشترك في القناة، ولو في أي فيلم عايزنا لخصه اكتبه في التعليقات، ومع السلامة.